متابعي قناة منارة الثقافة، أهلا وسهلا بكم في هذا الفيديو الرابع من سلسلة تعليم اللغة التركية، والذي سنتعلم فيه كلمات عن الأهل والأقارب. تابعونا. البداية مع الأم أني. أني الأم. أني mother. الأب بابا. بابا father. بابا. إركك كاردش الأخ. إركك كاردش الأخ brother. وإذا أردنا أن نقول أخي، إركك كاردشم. إركك كاردشم. نمر إلى الأخت كيس كاردش. كيس كاردش. كيس كاردش. وإذا أردت أن أقول أختي، كيس كاردشم. كيس كاردشم. my sister أو أختي. العم باللغة التركية أمجا. أمجا. أما الخال فهو داي. داي. العم أمجا والخال داي. الخالة هلا. هلا. الخالة هلا. أما العمة فهي تيز. تيز. الخالة تيز. الكنة ينيه. 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 أما كلمة الأسرة بالتركية فهي آيلة. آيلة. وهي قريبة من الكلمة العربية عائلة. الجد باللغة التركية بوك بابا. بوك بابا. بوك بابا. أما الجدة فهي بوك أني. بوك أني. الحفيد تورون. تورون. الحفيد تورون. إكيز توأم. إكيز توأم. أعزائي، هنا أكون قد وصلت إلى آخر هذا الفيديو التعليمي. أتمنى أن يكون قد أفادكم، وإلى اللقاء في فيديو قادم.